ضمن مخططها المسطر لهذا الموسم الفلاحي، قامت الوحدة الإنتاجية بختاش بوزيان ببلدية الرحوية بزراعة 150 هكتارا من السلجم الزيتي باعتباره منتوجا استراتيجيا. نخصص 877 هكتار لزراعة المحاصيل الكبرى، 300 هكتار لزراعة البقوليات، 150 هكتار لزراعة السلجم. كما نذكر أنه لدينا هذه الزراعة الاستراتيجية التي ترتكز على إنتاج الزيوت النباتية. تعتمد هذه الزراعة على مسار تقني دقيق من عملية الزرع إلى عملية الحصاد في نهاية شهر جوان إن شاء الله. تطوير الزراعة الاستراتيجية، إذ سيكون مخطط الزرع للموسم الحالي هو 877 هكتار من الحبوب بما فيها القمح الصلب والشعير والقمح اللين، وفيها 300 هكتار من البقوليات، و150 هكتار من السلجم الزيتي الكولزا. هذه الوحدة تنوع نشاطها بين الانتاج النباتي والحيواني. مزرعة تربية الأبقار تحتوي على 112 رأس من الأبقار، من بينها 45 رأس بقرة حالوب. تنتج يوميا ما يقارب 1000 لتر من الحليب، موجهة للملبنة العمومية لتيارة سيدي خالد. كما تقوم الوحدة بتسمين العجول، وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء. تعدد مصادر الإنتاج واعتماد المسار التقني بإشراف الكفاءات من شأنه توفير المحاصيل الاستراتيجية تلبية لحاجية السوق.